السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية. تحدثنا في فيديوهات سابقة الجزء الأول والجزء الثاني حول الرفع العاسلة، ووعدتكم برفع 4 طوابق وأن أأتيكم بالطرق المختارة والمميزة لرفع هذه الأدوار. تحدثنا في الجزء الأول حول رفع الدور الأول، وتحدثنا في الجزء الثاني حول اللعب بالإطارات داخل الخلية والعاسلة لتوجيه النحل إلى البناء وتجييش النحل من خلال التحضين. اليوم سنتحدث حول رفع الدور الثالث، طريقة مميزة جدا حول رفع الأدوار سنتحدث إليها في هذا الفيديو، لكن نتطرق إلى أهم النقاط وأهم الشروط لرفع العاسلة، وهي أن تكون لديك ملكة مميزة ومنتقى ومنتخبة من منحلك، وكذلك المناخ يكون مستقر وليس متذبذب، هناك تدفق للرحيق وهناك تدفق لحبوب اللقاح. من هنا ننطلق، كونوا معنا لمشاهدة هذا الفيديو. السلام عليكم. كما تشاهدون إخواني النحالين، الدور الأول قمت بوضع أساس شمعي ورفع البديل للصندوق أو للطابق الثاني يرقات مفتوحة. أما باقي الإطارات في الدور الثاني فهي عبارة عن أساسات شمعية بالجهتين، يعني محاطة بإطار اليرقات. طبعا الهدف من ذلك هو تجييش النحل، والملكة دائما ما نلاحظها تحب الدور الثاني. الآن طبعا سنقوم بتطبيق العاسلة الثانية فوق الدور الأول صندوق التربية. قمنا الآن بتركيب الدور الثالث. طبعا الآن نضع حاجز ملكات حتى لا تستطيع الصعود إلى الدور الثالث. هذا هو الدور الثالث، عبارة عن عسل وحضنة مغلقة. للعلم في الدور الأول يوجد حضنة مغلقة ومفتوحة وبيض. طبعا لم أقم بالكشف، قمت بتصوير هذا الفيديو على عجالة بهدف توصيل المعلومة حول رفع الطابق الثالث. كما وعدتكم إن شاء الله نرفع الطابق الرابع كذلك. نتمنى أن يستفيد جميع الإخوة من هذه الفكرة والتطبيق السهل والمميز، وتحياتي لكم، أخوكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن.